عارفة يا حبيبتي، أنا لو مكانك ما أعملش كده. ما هو أنت مش مكاني فعلا، أصل أنت ما خسرتش كل حاجة، لا خسرت بلدك ولا أهلك ولا شغلك ولا صاحبة عمرك، ولا فضلت بتجري ورا واحد أول حاجة عملها سحب وعوده كلها وعينه زاغت على أول واحدة شافها، باللي أنت عارف هما بيتسموا إيه. ممكن، ممكن جدا، بس لازم تعرفي إن كل راجل لينا ذواته، لازم أنت يكون مخك كبير عشان تستوعبي ده وتتصالحي مع النزوات دي. ليه؟ لأنه في الآخر بيلف يلف ويرجع لك. لا يا حبيبي، الكلام ده لو إحنا كنا متجوزين وفي بيتنا تلف وترجع لي. بس معلش أنا غلطت وهتحمل غلطتي لغاية الآخر. واضح إن أنت متضايقة، والدقيقة دي مش مخلياكي تعرفي تفكري كويس وتبصي الموضوع كويس. سيبك بقى من الوعود والعهود وكلام الأغاني ده، وخلينا نفصصها بالعقل. أنت هنا معايا ملكة عايشة عيشة الأغنياء، الكل تحت رجليكي، عايشة مع راجل بيحبك وبتحبيه. إيه بقى؟ راجعة مصر تاني ليه؟ اوعى تفتكر يا مروان إن أنا ضعيفة، لا، قوتي دي هي اللي خلتك عايش في العز ده كله. ماشي يا قوي، هتعملي ايه لما ترجعي مصر وامك تطردك، وابوكي لما يلاقيكي راجعه ايد ورا وايد قدام ومعكيش فلوس وما يبقاش طايقك، ولا هايدي ونادر؟ هايدي ونادر اللي بيدوروا عليكي عشان خاطر ينتقموا منك. انا من رايي ترمي كل دول في الزباله. انت تشتغلي وتعتمدي على نفسك. ايوه اشتغلي وتعتمدي على نفسك، بس مين هيشغلك؟ الله، اذا كان كله عارف ان انت صاحبه هايدي اللي خنتيها، يعني اما هتشتغلي خاينه يا جاسوسه، يعني محدش هيشغلك. انا عرفت انت هتشتغلي ايه. انت رايحه تشتغلي في البيوت زي امك خدامه. بكره تعرف يا مروان انا راجع مصر ليه. اتفضلي. شكرا. You're welcome. You're welcome. يا بنت انت مالك بس، فيك ايه؟ قومي يا بنت مالك قاعده كده عامله زي السنه. يا بنتي الرطوبه هتاكل عظمك. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده انت مين ده؟ انا على مهلك. قومي انت اللي مين يا اختي؟ انت اللي مين؟ بعدي بعدي. هي كوريت زمانك. نعم يا استاذ شكر. اسمعني انا هايدي. هي هايدي هانم خير ان شاء الله. كوري عملت لك حاجه تاني ولا ايه؟ ما عملتليش حاجه. قولي له قولي له جيب لي بسطرمه بس يتوصل يشيل منها التوم. تومنا كيلو. حصل مذبحه كبيره في المنطقه اللي انت جايبني فيها دي، وفي واحد ذبحوه بسيف كبير في وسط الشارع. مذبحه؟ مذبحه كيف يعني؟ ومين ده اللي قتلوه؟ الراجل اسمه ايه ده؟ خطيب اسمها ايه دي؟ ابراهيم، خطيب كوريا اللي احنا سلمنا عليه ده. يا ست هايدي نامي وتغطي كويس، اذا كنت قلقانه ولا حاجه دي كوابيس. غيري مكان نومتك وهتبقى زين ان شاء الله. انا شفتهم بعيني، شفت الدم بعيني، ذبحوه قدام الناس كلها قتلوه. وبعدين انا قاعده مع الست المجنونه دي وخايفه قوي. تعالى وخلصني. مجنونه؟ جن لما ينططك ويعفرطك انت وعيلتك كلها. قال انا مجنونه ايه؟ طب بقول لك ايه، خليكي مطرحك، اوعي تفتحي الباب لسندس لحسن تهرب منك في اي حته، وانا هتصل بسوكا بالتليفون وافهم منه كل حاجه، وخليك مطرحك. جايلنا منين دي؟ انا تقول عليا مجنونه يا بنت الابد؟ بس اسكت. بس جدك جدك اكبر قبتك. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه يا ربي اللي ناقصه؟ طمني يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه، وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له يا رب. حرام عليك يا ابراهيم، لا تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس، لا انت شبههم ولا هم شبهك. ما
زي ما قلت لك اهي، ناخد حته ارض في ايها صحراء ونبعد عن الشر ونغني له. استفدت انا ايه اما تروح مني بشربه ميه كده؟ توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم؟ بس ربنا يقومولي بالسلامه يا اخت كوريا، وانا هدعي له في صلاه الجمعه ان شاء الله. زعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يرجع الغلابه ابدا. يا رب يا رب، انا ماليش غيرك، ما انت عارف. الطف يا رب، الطف يا رب. معلش يا حبيبتي، قومي يا كوريا، قومي روحي انت اقعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايوه، وانا وسوكا حنبات مع هيما هنا للصبح، وهبقى اطمنك بالتليفون. قوم روح. فين يا خالي؟ اقطع دراعي من هنا، المكان بوظها الفقر ده هو سبب كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله، لا بينا ولا عليه. من ساعه ما رجلها نحس خطه البيت واحنا المصايب نازل ترف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. ما اقول لك ايه، انا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كلية. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالضبط، وهي مزنوقه، والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حنين قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي، اهدى يا ستي، ربنا يجاوبهولك يجاوبهولنا كلنا بالسلامه. وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس عيانه. ياللي بطن البقره كلها عايشه بحسك يا ابراهيم، ياللي ما تطلعش منك العيبه ابدا يا ابراهيم. انت بتنوحي على ايه؟ وش البومه انت؟ ثم انت اللي جايبك هنا اساسا؟ ليكي فيها ايه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو انت لو ريكي راجل مش متجوزه عبص، ما كانش واحد سمع لك حس. اهدي حس. اهدي، الناس عيانه، الناس تعبانه. اهدي. اوعي يا خال. خلاص يا بنت، خلاص يا كوريا. يا كفره، انا جعانه. يلا هتروح النار. يلا يلا يا سندس. يا كفرة وكلوني يا كفرة، انا جعانة. اتفضلي يا سندس، ما لقيتش غير المكرونة دي. كوريا قافلة على كل حاجة جوه. شوف النملية، خد اهو. ده كان في النملية دي مكرونة حلوة، كليها. مين؟ أنا موسوكا يا جمالات، افتحي ما تخافيش. ثواني. اهلا يا تونس، اتفضلي. سلام عليك. اهلا وسهلا، اتفضلي. سلام عليك. ازيك يا سندس؟ يوه، مين جاب الغرب ده؟ ايه دي جمالات عامله لك اكل حلو اهوت وجميل. لا اوعي يا اختي، دي هتاخده مني. لا ما تخافيش، كلي 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 يا حبيبي. دي حراميه. انا حراميه؟ معلش يا تونس، سوري. لا انت ذنبك ايه؟ هي يعني اللي غلبانه ومخها طائق منها. لكن انت بيتهيألي كده انك بقالك كتير قوي ما شفتيش خالتك سندس. فعلا، عشان انا يعني سافرت من كتير، بقالي كتير كنت مسافره.